مرحبا بكم تاتوما، راكم عائلتي، راكم حبابي، مرحبا بكم. غادي تبقاو معانا باش غادي تشوفوا حتى المائدة فاش غتزين، بقاو معانا حتى الاخر. كنظن انه اكبر صحن ديال الدجاج والبطاطا فريت على ما اعتقد. الى شي شخص استطاع انه يحضر هذا الصحن ديال الدجاج والبطاطا فريت يصوروا لينا. المهم انتم شفتوا الصحن، شفتوا كل شيء. انا بعد ما وضعنا الدجاج، الطريقة اللي غنوضعو بها البطاطا هي هادي، الأكلة المفضلة اللي عند الكل. كنظن أن حتى شي شخص ما غايقول لي أنه ما كيحبش الأكلة هادي ديال البطاطا فريت. والدجاج حنا دابا في الكواليس، الا درنا شي غلط ما تلوموناش. حنا في الكواليس الان كنحضر معكم، كنشاركوا معكم هذا العمل هذا اللي كتشاهدوا الان. كما كتشاهدوا هذه الكيكه ديالنا، الان غنقوموا بالتزيين ديالها بهذا الشوكولاط الابيض كما غتشاهدوا الان. فوق الشوكولاط الابيض كيف ما كتشاهدوا الكيكه، هي رجعت راه
النتيجه النهائيه جات رائعه. وما تنساوناش راكم عارفين حتى نصل انا وانتم الى طريق النجاح، وشكرا على المشاهده.